أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وعودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي، بدءا من الأراضي المحتلة حيث يحيي الفلسطينيون ذكرى سنوية 70 للنكبة على وقع حمام الدم الذي أراقته إسرائيل في قطاع غزة بقتلها ما يقرب من 60 فلسطينيا وجرحها آلافا آخرين. وفيما يستمر الفلسطينيون في دفن ضحاياهم في غزة، فمن المقرر أن تتواصل فعاليات مسيرة العودة الكبرى بعد الإعلان عن إضراب شامل وثلاثة أيام حداد في الضفة الغربية. للتعليق على هذا الخبر وما تبقى لدينا من أخبار خلال هذه النشرة، مشاهدينا الكرام، بنرحب في الاستوديو بسيادة المستشار عبد المعطي أبو زيد، خبير الشؤون الدولية والمحاضر بمركز إعداد القادة. أهلا بك سيادة المستشار. أهلا فندم. سيادة المستشار، ما هو تعليقك على دور المقاومة الفلسطينية على الرغم من كل ما تتعرض له من انتهاكات؟ هو لم يتبقى، بنتكلم عن 70 سنة الآن من الاحتلال الفلسطيني. النهاردة وهم بيعرضوا بعض يعني أشرطة للشتات الفلسطيني على مدار 70 سنة، قد إيه انتظروا على أمل أن تكون هناك عودة بالفعل. لا يحدث كل يوم إلا مزيد من قضم الأراضي الفلسطينية وقضم الحقوق الفلسطينية والمقدسات العربية والإسلامية والمسيحية لصالح إسرائيل. الفلسطينيون ليس أمامهم إلا هذه المقاومة بتعريفها الجديد، وهي المقاومة السلمية. هم يواجهون سلاح الاحتلال بصدورهم العارية بمسيراتهم السلمية، بينما فقد المجتمع الدولي إلى حد كبير من ضميره ومن إحساسه بهذه المأساة التي يعني تتجسد فيها كل أشكال الاستعمار والاستيطان ويعني التمييز العنصري وكل الأشكال التي حاول المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته وقيمه منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن أن يخلص البشرية منها، فلا زالت بعض آثارها باقية على الأراضي الفلسطينية. يواجهها الشعب الفلسطيني الخالي من كل سلاح إلا من دماء أبنائه الذين يتساقطون والذين لا يملكون إلا الاستمرار في هذه المقاومة السلمية مهما كانت تضحياته.